اللي هو مواقع تواصل، مواقع مش تواصل اجتماعي، مواقع عاديه تقدر تاخذ منها معلومه وتستخدمها. مرات المعلومه يجي يقول لك انت تخش مثلا تبي تسال على مثلا بنادول، تبي نسال على بنادول، شنو بنادول وضعها شنو كذا، تخش تكتب انا في 45 وما فيش ولا واحد بتاع احذيه قدر يصارف منها. رجله فيها كل رجل فيها سبع مليون سبع اصوات. تمام. اضطراب المعلومات هو الفرق بين المعلومات، ما هو الفرق بين المعلومات الخاطئه والمعلومات المضلله والمعلومات الضاله؟ تمام، هذا سؤال نبي منكم اللي بيجاوب يجاوب حاجه واحده. انت سمعت لما كنت تقول احنا مناظرين يشوفوا لك نص عين ويقول لك هو من جنبي. مع انه هو قاعد زي ناظر. تقييم المصادر ووجوه ووجود عليها مرت بننزلش كيف بتسكر الطريق، كيف بتدير حاجه او كفوف ب 100% الطريق بتسكر كيف بديش تعرف وصور احنا ضدكم ونجي معكم نقول ايه كلام صار منا وين موضوع صاير وين كذا وهذا تعرفوا لو كان في الشباب ممكن تركزوا عليها. انا الوالد طبعا لي فتره ما اشتغلش على النت، يعني لما كان معي برا يتبع في النت ويتبع في كذا واحد، لكن لما كان معي فكنا نستخدمه في لابتوب، يفتح في لابتوب يتفرج عليه يشوف منا كذا. تمام 100%. دخلت على التكنولوجيا شويه ما عجبتهاش، لما روحنا ليبيا عجبتها الاحواز تفوتها كذا. هذا كان فاضي قال لي شو الطريق؟ يجي يقول لي يقول لك لا دور مني لا اوكي والله مسكرين الطريق. ما شفت الطريق او حاول تشوف من جهه اخرى شو الافكار. لا انت بيقعد يسكر الطريق، سيارة تعمل فايتين معاه. لا انت عندها رقابه هذه مش عيوب. شنو العيوب اللي عندها؟ امكانيه تضليلها سهل. سهل انك تنظر لها. باهي انا في حاجه ثانيه بقولها. المزايا اللي عندنا هنا وراء الاسبوع وراء الاسبوع وراء الاسبوع وراء مني هذه ربا وين ربا جبتيهم جاي لا 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 وراء كنا اليوم في ورشة عمل في مجال المعلومات المضللة وطرق مكافحتها واكتشافها. كان البرنامج في باعتماد من وزارة من بلدية قصر بن غشير، كان الدعم من عميد البلدية في كلية التربية قصر بن غشير. كان المسرح طبعا ما شاء الله ممتلئ وفي ناس طالبة المعلومات هذه وطالبة أن تبحث فيها وتراجع فيها. كانت الدورة الجلسة التدريبية بحضور مجموعة كبيرة من الناس المثقفة واللي ترغب في البحث عن المعلومات المضللة وطرق اكتشافها. استمرنا في البرنامج التدريبي متاعنا هذا لمدة 3 ساعات ومستمرين إن شاء الله حتى الفترة القادمة. لو كان في برنامج جديد حيكون موجود مع بلدية قصر بن غشير. وكل الشكر لكلية التربية قصر بن غشير وكل الشكر لعميد البلدية ولمجتمع البلدي أو البلدية قصر بن غشير بالأخص.